السائل يقول: لو جلس المصلي في الفريضة على كرسي في التشهد الأخير من غير عذر، فما الحكم؟ من غير عذر لا يجوز، لأن ما يعني هذا الذي بيجلس على كرسي يمكن بعد أنه ما سجد، يمكن إذا كان أنه، لكن إذا كان له عذر يجوز الحمد لله، الأمر في الساعة. نعم، هذا إذا كان في الفريضة، أما النافلة فيجوز يصلي على كرسي، يجوز يصلي جالس، الأمر فيها سعة ولو كان من أقوى الناس. نعم.